اسالك يا بنت متلبشه ليه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. طبعا حقك. بص يا استاذ، الاستاذه ساميه عندها جمعيات خيريه وبتلم فلوس من الناس الاغنياء توزعهم على الغلابه اللي زي زينب، وانا هنا بقى عشان جايه بال زينب شويه حاجات حدهم لها، يعني اعمل خير. وانا كمان جاي اعمل خير. يلا يا زينب نشوف مشوارنا. مشوار ايه اللي هتاخدها معاك فيه؟ انت مالك بيها؟ وبعدين ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت مين؟ انا جوزها. اخوها. مالكش فيه. وبعدين وانا سالتك انت مين عشان تسالني؟ انت تكلمني كده ليه؟ انا اتكلم زي ما انا عايز، وكلمه تاني منك مش هتلاقي مني كلام، هيبقى فعل. يلا بينا احسن. طيب مش هنكمل مشوارنا يا زينب؟ لا لا، هنروح احنا مشوار تاني. يلا. ايه في ايه؟ انا ما قلتش حاجه، والله ما قلت حاجه، والله ما قلت حاجه. الموضوع بيكبر يا هلال، واضح ان انا وانت مش هنقدر نتصرف. احنا نبلغ الشرطه ونطلع على الدار، واكيد هم هيعرفوا العيال دي فين. الشرطه دي بس؟ انت ناسي ان الدار تحت اشراف وزاره التضامن، يعني لازم يبقى في دليل على كلامك ده غير اذن النيابه. انا هتصل برؤوف، اكيد هو هيتصرف اسرع. يا صابرين هاتي من فضلك لحسن يكون تليفون شغل ارجوكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي هترد اصلا ودراعك مربوط كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ انت بتعايريني عشان انا عاجز يا صابرين؟ نعم عاجز؟ لا لا لا، مخك راح فين؟ لا لا، انا قصدي يعني عشان دراعي مربوط مؤقتا من فضلك. التليفون تليفون شغل لو سمحتي. اه دلوقتي فيك حل للشغل وما فيكش حل كاتب الكتاب، صح؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، انا عارف ان انت متضايقه عشان موضوع تأجيل كاتب الكتاب، بس اديكي شايفه اهو نصيبنا كده، هنعمل ايه طيب؟ لا يا حبيبي، الف سلام عليك، ما تقولش كده. انا عموما كلمت المعازيم النهارده واجلت معاهم كاتب الكتاب. انا بس عايزاك تقوم بالسلامه كده عشان تقدر تيجي بكره. لا لحظة واحدة، أجي فين بكرة حبيبتي؟ كاتب كتابنا؟ لا، أنا لما قلت نأجل كاتب الكتاب قلت نأجله شوية، مش نأجله يوم. لا بقولك إيه، أنا مش هأجل تاني، أنا خلاص كلمت المعازيم وأكدت عليهم إنه بكرة. لا تعتذري لهم يا حبيبتي، تعتذري لهم. والله؟ ومنظري أنا بقى إيه قدامهم؟ وأنا بقى منظري هيبقى إيه؟ وأنا بكتب كتابي واخد طلقة في جتتي، طلقة كاملة. بص، أنا حاسة إن في حد باصص لنا في الجوازة دي، فالطلقة دي عشان نغسل العين. صابرين يا حبيبتي، انا ايدي مربوطه، انت مش واخده بالك؟ اه صح، ازاي انا ما خدتش بالي من حاجه زي كده؟ اهو شفتي ازاي هتمضي العقد الجواز كده؟ شفتي ازاي بقى هنعملها ازاي دي؟ كلميهم بقى، يلا قولي لهم ان كاتب كتاب اتاكل اجل غير مسمى. معلش يا صابرين، خلينا صابرين يا حبيبتي. بقول لك ايه يا روف، الكلمه دي بتعصبني. وبعدين لو يا سيدي على امتى ما تمضيش، ابصم يا اخي وخلاص. لكن تاجيل كده مش حاجه. لازم يا رب اسفه، معلش بس اتعصبت كده. هاتي بقى، هاتي 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 عشان ارد، بس يكون تليفون شغل. هاتي من فضل صابرين لو سمحتي، خلاص احنا اتكلمنا. هاتي بقى، هاتي عشان لو ممكن يكون شغل لو سمحتي. الو، ايه يا هلال بيه؟ ده حصل فين الكلام ده؟ طب بص يا هلال بيه، بص انا جاي لك، أنا جاي لك حالا. أيوة أيوة جاي لك حالا. مع السلامة. خد يا حبيبي. إيه إيه إيه؟ بابا إيه ده؟ راح فين؟ راح فين وإيدك عاملة كده؟ عندي أهو. إيدك دي عاملة كده؟ إيه إيه إيه؟ إهدى بقى. إيه 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 ده؟ إيه ده؟ كده إهدى كده، أنت تعبان. إيه 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 إيه؟ كده مريض. اللي أنت عملته ده يا متخلف أنت. اللي أنا عملته ده عشانك يا ست سامية. ولا أنا كنت عايزاني أسيبها لحد ما تروح للبوليس. تقوم تقتلها يا غبي. وانت كنت فين يا حمار انت؟ وانا لحقت اعمل حاجه، ده في ثانيه كان مطلع المطوه من جيبه وغزتها. هتجننوني يا اغبيه. امسكي ده مفتاح شقتي القديمه، تختفوا فيها لغايه ما اعرف هتصرف ازاي في المصيبه دي. ما عشان نختفي محتاجه شويه قرشينات ومصري. ده بس اللي همك؟ امسك وغور في 60 داهيه وما تظهروش لغايه ما اتصل بيكم. يعني ايه؟ هستخبى؟ انا ما عملتش حاجه.
انت مش كنت هناك لما هلال ده شافكوا؟ اتفضلوا بسرعة روحوا على الشقة وما تخرجوش منها وما تخلوش حد يشوفكوا ولا يحس بيكوا. يلا اتفضلوا. أنا عايز الشغل ده كله يتوزع. إيه ده يا هوبا؟ فلاكة، شغل جديد لسه نازل. بيودي دماغ في حتة تانية خالص. بيوديها فين؟ بيوديها في 60 داهية بعيد عني وعنك. طب يلا كل واحد يروح يشوف شغله. طيروا. انا مش قلت بطل الزفت ده؟ عايزني بطل؟ طب ده انا حتى زبونه نقطة. وبعدين انت ايه اللي عاجبك في البت الملزقه دي؟ ده انا كنت بوزع لك اضعاف كل اللي بيشتغلوا معاك، فجاه بقيت بتديها شغل جديد ولا شايفها اشطر؟ انت شاطره في نوع، هي بصراحه لسه ما اعرفش شاطرتها في النوع التاني. لا بتهيالي هي شاطره في حاجه واحده بس، وانت عارف هي ايه؟ بصراحه شاطره. الكلام اللي بتقوله ده خطر جدا يا استاذ هلال. يعني الحاجات دي بتحصل فعلا جوه الدار؟ العيال المخطوفين دول موجودين هناك دلوقتي؟ العيال موجودين جوه الدار. البنت المتسوله اكدت لي على ده. بس الداخليه مش هتاخد بالكلام ده. البنت المتسوله دي لازم تتجاب وتعترف بالكلام ده في محضر رسمي. ما ينفعش نستنى كمان. لازم ننقذ العيال دي. ننقذ العيال فين يا بابا؟ ما انت خلاص حكيت كل حاجه لرؤوف بيه. سيبه بقى هو يشوف شغله. استاذ هلال انت عملت اللي عليك، بس اكتر من كده هيبقى في خطر على حياتك. يا هلال الامور ما تتخدش بالطريقه دي، احنا لازم نفكر بشكل تاني خالص. هو الموضوع طبعا فيه خطر، بس الكلام اللي انت قلته ده ما يتسكتش عليه. هطلع اذن نيابه ونقطعها من المكان ونشوف. أنا الرائد عمرو حماد ومعانا أمر بتفتيش الدار. تفتيش الدار؟ بخصوص إيه؟ بخصوص الأطفال اللي أنت خطفتيهم ومخبياهم هنا جوه. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الدار سمعتها نظيفة ومعروفة للناس كلها. اتفضل العنابر كلها تحت أمرك، فتشها زي ما أنت عايز، إحنا ناس كلير. أنا عارف هي مخبية العيال فين. هناك هم.
تحت أمرك يا فندم، تحت أمرك. حاضر 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 يا فندم. أنا حطلع قرار بإقالة وزيرة التضامن باعتبارها المسؤول الأول عن دور الرعاية وملاجئ الأيتام. اتأخرت قوي يا أستاذة، ده أنا اتشفت من البرد. معلش جبت المفاتيح؟ اه ايه. شكرا. روح انت بقى. ماشي حاضر. يلا بقى يا حبيبتي، مش انت وعدتيني انك هتعملي اللي انا عايزه؟ منى انت لو ما عملتيش اللي انا عايزه انا هقفل معاكي ومش هكلمك تاني. لا لا خلاص، هعمل لك كل اللي انت عايزه. طيب انا هقفل هنا وهنتكلم فيديو كول على الفيسبوك دلوقتي. طيب اوكي، باي يا قلبي. ايه القمر ده؟ تعرف انك وحشتيني في الشوية دول؟ لا لا، مش وقت كسوف خالص دلوقتي. في حاجات انا بحبها وعايز اعلمها لك. انت هتفضلي لابسه اللبس ده ولا ايه؟ ايوه. ايه على حنيتك عليا؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ انتي اصلا مالكيش اصل، انتي اخرك سفنجه وتمسحي اللي اتقلق مني. لمي نفسك بدل ما ارميكي في الشارع اللي انا جايبك منه. انتي مين يا بت؟ انتي ولا حاجه. انتي نسيتي نفسك ولا ارحمك؟ وتم القبض على مدير الدار ملائكة الرحمة وبعض العاملين والمتورطين في حوادث الاختطاف بعد أن كشف هلال كامل تورطهم في حوادث خطف وتعذيب. ده الكارت بتاعي، لو احتجت أي حاجة كلميني.
ايوه. الو، مين معايا؟ انا نورهان، كنت محتاجه مساعدتك. ينفع اشوفك دلوقتي؟ انا سبت الشغل ومعيش فلوس ولا عندي حته ابات فيها. انت ممكن تباتي هنا وانا هكلم حد من معارفي يشوف لك شغل. هو مش حضرتك قلت ان شقه مريم تبقى ورثه ليا؟ انا عايزه مفتاحها عشان اقعد فيه. ايوه، بس لازم الاول نثبت انك انت بنتها عشان تاخدي الشقه بشكل قانوني. بس معلش يعني اعذرني في السؤال، هو حضرتك بتعمل كل ده من غير ما يكون ليك اي مصلحه؟ انا كل اللي يهمني ان انا اوصل للي قتل مريم. عارف يا استاذ هلال، احسن حاجه عملتها انك حبست الزفت اللي اسمها ساميه دي وكل المشرفين اللي معاها في الدار. واضح ان انت كنت بتتعذبي هناك. تعذيب بس؟ ده مفيش واحدة فينا كانت بتنام مطمنة يوم واحد. كنت بدعي ان ربنا ياخدني ولا اني اشوف المشرفة اللي ضربها بيعلم على جسمي كل يوم. بنام بفتح عيني عشان خايفة من المشرف اللي بيفضل يلمس كل حتة فيا. وانا ولا قادرة اتكلم ولا انطق. مريم كانت عارفة اللي بيحصل جوه الدار؟ حاولت احكي لها مرة بس خفت من تهديد المشرفين وبعدها سبت الدار وهربت. ايه الحديد اللي انت حاطاه ده؟ طب بتاكلي بالحديد ولا ولما بتيجي تنفي وبعدين جيتي تشن كده الحديده دي افرضي دخلت جوه ونزلت تحت علقت في زورك واتخنقتي وتموتي يبقى شكلك وحش قوي. حديد، حط حديد في مناخيرك وبقك، دي حاجه بنيله بنينه. شايف هلال عامل ايه؟ الدنيا كلها بتتكلم عنه، انت بقى لا حد اتكلم عنك ولا جاب ستك ولا عبرك. انت فاكر ان دي حاجه تزعلني يعني ولا ايه؟ يا عفيف، لولا اللي عمله معايا هلال كان زماني قاعد جنبك. اخويا، عارف يا عفيف، هلال ده مش صاحب عمري وبس، لا ده اخويا يعني اي نجاح ليه افتخر واتباهى بيه. انا كمان يا حبيبي، انا كمان نفسي افتخر واتباهى باخويا. شوف شهرته وصلت لايه. جري يا عفيف، انت مش عارف اخوك ولا ايه؟ انا عمر الشهره دي ما كانت تفرق معايا. يا اخويا الله يرحم، من امتى بقى الشهره ما بتهمكش؟ طب بكره شوف لما يكتب المقاله بتاعت الدار شوف شهرته هتضعف ازاي. لا مش هو اللي هيكتب المقال. ايوه كده فرحني وقولي، انت اللي هتكتب المقاله؟ لا مش انا اللي هكتب المقال، انا اديته لصحفيه عندي اسمها نهى، هي اللي هتكتبه. كده بعد ما تكتب المقاله تشيل اسمها وتحط اسمك انت، صح؟ ايه ده؟ جري يا عفيف، انت شيطانه؟ يا اخويا حتى الشيطان مش عارف ياخد معاك الحق ولا باطل، عمال اسخن فيك وانت البعيد. بعيد ايه يا عفيف؟ سائح. بحسب. كلي كلي. ازيك يا هيلو؟ ايه ده؟ مين الموزه دي؟ احنا ليتنا عنب بقى ولا ايه؟ احترم نفسك بدل ما هو معلمك الادب. انا موافق تعلمني الادب على فكره لو هبقى مكانك. هو يقصد مكانتي العلميه مش مكاني هنا جنبيك يعني. يلا هات لنا حاجه نشربها. ماشي. بس انت ما قلتليش مين الضيف برضه يعني. دي نورهان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض الممثله؟ يعني موزه وبنت مريم رياض الممثله؟ ده انا اتصور معاها سيلفي بقى. سيلفي ايه؟ سيلفي ايه؟ عايز تاخد سيلفي اديك على دماغك الاول، قلت ايه؟ انت قلت لي تشربوا ايه؟ عصير. مانجا. ده زيزو حفيدي. هو شاب شقي شويه ورزل وغتت وشبه السلمندر بس انا بحبه. ايه السلمندر؟ معرفش.
بس هو شبه السلمندر. السلام عليكم. مين ده يا بابا؟ درهان بنت مريم رياض. دكتور عماد ابني. ازيك يا نوران؟ طيب انا هدخل انا بقى عشان عندي شغل بدري. داخل فين؟ هدخل انام في الاوضه. لا اصل درهان ضيف عندنا، هي هتنام في اوضتي وانا هنام في المكتب وانت تنام مع زيزو. لا زيزو ايه؟ ده بيشغل مزيكا وبيعمل دوشه، انا كده مش هعرف انام. بس انا عندي حل. عماد ينام عندك في الاوضه وانا بقى اخش اوضتي كده اشغل مزيكتي بقى ونوران تيجي تنام عندي في الاوضه. يلا دي امشي من هنا. انت ما مشيتش ليه؟ ما انت قلت ياض وانا مش ياض. يلا مش هديك بالجزم على دماغك. تسمع لك كده يا نورهان. مانجا بقى. يلا نورهان الحق نامي في الاوضه دي قبل عماد ما يغير رايه. حاضر تصبح على خير. وانت من قبل انت هتنامي بالحديد ده برضه هو في وشك كده. يا استاذ التحقيق مش عاجبك ولا ايه؟ التحقيق اللي انت عاملاه ده للاسف حلو قوي يا نهى. بجد يا استاذ خضتني يا اخي. الا بجد ده بجد جدا كمان. التحقيق ده يطبع وينزل في عدد بكره وهيكون مكانه مكان ما قال هلال شخصيا. ايه ده؟ لا طبعا لا 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 ما ينفعش. ازاي ده استاذ هلال كمان يزعل؟ يزعل ده ايه؟ إذا كان هو اللي قايل لي إن أنت اللي لازم تكتبي الموضوع ده واختياره كان في محله فعلاً. تتكلم بجد يا أستاذ؟ يعني أستاذ هلال نفسه هو اللي موافق؟ أيوه. أنا مش مصدقة نفسي. أنا لازم أروح له البيت أشكره بنفسي. درهان تاني يوم واحنا بنصور الدنيا مطرت والتصوير وقف والمخرج فركش. وقتها كنت عايزة أخرج واستفيد باليوم، أخدت الكاميرا معايا عشان أتصور. وأنا خارجة من الأوتيل قابلت صاد ضاد خارج ومعاه شنطة في إيده. ولما سألته أنت رايح فين قال لي إنه هيقابل ناس أصحابه. طلبت منه ياخدني معاه عشان أنا معرفش أي مكان في قبرص، وفعلا خدني معاه. بس قبل ما يدخل لأصحابه طلب مني أتفرج على الأماكن لحد ما يخلص ميتنج مهم. فضلت أصور بالكاميرا المناظر الطبيعية اللي في المكان. أخدت كم صورة وقلت أدخل أشوف. لقيته بيسلمهم الشنطة اللي كانت معاه اللي اكتشفت ان فيها فلوس. والشنطة التانية اول ما فتحوها قدامي ما صدقتش اللي شفته. مخدرات.
هو ابوه كده ايه؟ ما بيهمتش؟ كل ما يقابل رئيس الوزراء يتغير بعدها وزير، هو ابوه كده بيعمل ايه؟ انت اللي بتعمل ايه؟ انت جاي لي عشان كده يا جمال؟ وانا اللي فاكراك بقى ايه زوج صالح وهغديكي بره؟ انت جاي تقطمني على حاجه ماليش دعوه بيها؟ ما اقصدش يا دودو، انا بس خايف على وضعي والثقه اللي حطها فيها رئيس الوزراء. ما تقلقش يا جيمي، ما تقلقش يا حبيبي، هلال مش بالغباء اللي يخليه يعمل حاجه زي كده. وقفت الأمن القبض على سامية امين مديره دار ملائكه الرحمه ورحاب ناجي المشرفه بالدار ومنصور السيد الشهير بالعتره، وقد اعترف الاخير بقيامه باختطاف اكثر من 30 طفلا بهدف استغلالهم في اعمال التسول، وجاري التحقيق مع مشرفين الدار، وتم وضع الدار تحت رقابه الوزاره. وقد اصدر رئيس الوزراء قرارا باقاله وزيره التضامن الاجتماعي وتحويلها للتحقيق بتهمه التقصير والإهمال الكثير. اتفضلي يا ستي. هلال بيه بيغير لنا وزير ورا التاني. أبوك هيمشي البلد على مزاجه. يعمل اللي هو عايزه طالما إنه هيفضل بعيد عننا. ما تشغلش بالك بيه. أبوك ده مش هيسكت غير لما يضيعنا. زي ما ضيعك أنت وأمك. بابا السبب في موتها. اللي انت بتقوليه ده شكلك اتجننتي. امك ماتت عشان ما لقيتش فلوس تزرع كبد. استغفر ربنا يا غاده، ده قضاء الله وقدره. لولا مقاله ابوك اللي كان بيكتبها عشان يهاجم فيها الحكومه كان زمانها اتعالجت على نفقه الدوله. مش كفايه ضيع مستقبلي، ما دخلتش النيابة بسببه، كمان ضيع أمي. وهو ذنبه إيه؟ ما أنت عارفة إنه دايماً بيقول الحق وما بيعرفش ينافق ويجامل. وأنا ذنبي إيه؟ ذنبي إيه ضيع أمي؟ عشان بس يعلق نياشين الشرف والمبادئ على صدره؟ أنا من النهاردة أبويا مات. هلال ده شخص فاضي وفاكر انه هيقدر يمشي الكون كله على مزاجه. ربنا ستر، ما طلعتش زيه. انسى بقى يا حبيبي، هنقعد نضيع الوقت كله في الكلام على هلال؟ اعتبره خرج من حياتنا. ولا انا ماليش نفس اتغدى بره زي ما دام نجله؟ والله ما بيحصل، انا ما بشوفهاش بس غير عشان الشغل. يلا بقى عشان وقع من الجوع. امال طبعا يلا، انت لازم تاكل وتتغذى. ولا انت عايز نجله تشمت فيك وتقول ان انت ما ايه يعني ما بتعرفش تاكل وهي بعيد عنك؟ يلا حبيبتي يلا يلا عشان ناكل. يلا يلا يا روحي. مساء الفل يا عم عبد. ازيك يا استاذ؟ مساء الفل. ازيك يا عبد الصبور؟ اهلا يا بيه. عنك يا حبيبي. ايه
الدلع ده كله؟ حلو؟ حلو قوي يا حبيبتي، بس ايه المناسبة يعني؟ هو لازم يعني عشان واحدة تجيب لجوزها هدية يبقى في مناسبة؟ بحبك يا أخي. وأنا كمان بحبك يا حبيبتي. عندي النهاردة ميتنج لصفقة مهمة قوي. ادعي لي، لو نجحت أغير لك العربية. لا لو على العربية نكثف الدعاء. أرجوكي من قلبك. سلام يا حبيبتي. سلام. سوق على مهلك. ما كانش له لزوم تتعب نفسك وتنزل توصلني. مش أحسن ما كان زيزو هو اللي وصلك؟ والله زيزو ده زي العسل. أنا اللي صعبان عليا نورهان، معرفش إزاي مستحملاك وهي قاعدة معاكم. ليه؟ ده إحنا ملايكة حتى. ملايكة نوع. مالك؟ توترت كده ليه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوف مين اللي خد مكاني وجايله لحد شقته. اخرس يا حيوان، ايه اللي انت بتقوله ده؟ استني انت يا نوع، انت مالك بيها اصلا؟ نوع دي بتاعتي، واللي هيهوب ناحيتها هفرمه. ليه ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك اشتريتني ولا ايه؟ اشتريت. يلا عيب اللي انت بتعمله ده. ارجع بقى انت. يلا يا حيوان. حاسب يا مالك. حاسب يا لهوي. الحقوني يا ناس، حد يلحقني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ليه كده يا لهوي؟ الحقني يا استاذ هلال. ايه في ايه مالك؟ عماد وزياد بيتخانقوا تحت، وزياد رفع عليه المسدس. زياد مين؟ زياد طليق، طليق الضابط بتاع الامن الوطني. طب ثانيه واحده، هكلم رؤوف. اتفضل يا مولانا. استنى يا مولانا، في حاجة لازم نتفق عليها في الأول. حاجة ايه؟ ما احنا متفقين على كل حاجة. ايه القايمة؟ القايمة مكتوبة بالأسعار القديمة، ودلوقتي الدولار ارتفع، يعني كل حاجة غليت، يبقى بعد تعويم الجنيه لازم نعدل الأسعار في القايمة. حضرتك انا مش بشتري غساله تعويم ايه بس، يعني مش معقول نرجع في كلامنا حضرتك. وماله يا حبيبي، ما كل الناس بترجع، جت علينا احنا. افرض انك طلقتها. يا فندم طلقها. طلقها ازاي؟ انا لسه ما اتجوزتهاش. لا لا، طلاق ايه يا جماعه؟ ربنا ما يجيب طلاق ان شاء الله. عديها ماما بقى، ما تحرجناش. اسكت انت يا واد عصام، خش البلكونه اتهوى. يا جماعة صلوا على النبي كده واستهدوا بالله. أنا بقول يعني نقسم البلد نصين وخير الأمور الوسط. لا إحنا متفقين على القايمة من أولها. الله، هو لو يدرى ولا إيه يا مدام؟ أنتوا عايزين تضيعوا حق بنتي؟ يعني أنت عاجبك اللي مامتك بتقوله ده؟ والله يا رؤوف، يعني كلمة كلمة بابا. ايه ده؟ ايه المفاجآت اللذيذة دي؟ مفاجآت؟ لا مفاجآت، انتي لسه شفتي حاجة؟ ده انتي بالذات قاعدة ومربعة في القلب يا نونو. نفس المعزة والله، ربنا وحده اللي يعلم. وحياتي عندك، وحياتي اللي تخلي بالك من جمال. قوي بقي قوليلي صحيح، ايه رأيك في البارفان اللي هتشميها عليه؟ هتتبسطي قوي وانتي ماشية مفحفحة كده وهو مفحفح جنبك. أوعدك زي ما بتحاولي تبسطيني أنا حبسطك، وحبسطه هو كمان، وهرجعهولك بالبرفيوم بس بريحتي أنا بقى. باي باي يا روحي. باي. قرف. إيه؟ أنت إيه اللي جايبك هنا؟ في إيه؟ أنت مش كنتي بتذاكري؟ خلصت مذاكرة. طب اتفضلي روحي، روحي شوفي كنتي بتعملي إيه. يلا. طب أنت رايحة فين؟ مشوار. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف، ألف مبروك. يلا بقى يا أم عصام بقى، زغرتي وجلجلي. مبحوح مش طالع. أيوة يا أستاذ هلال، معلش كنت مشغول ما عرفتش أرد عليك. بكتب كتابي، بكتب كتابي، بكتب كتابي، بتجوز، بتجوز يا أستاذ هلال.
فعلا؟ طب اصل الحقيقه مش هينفع اجي لك دلوقتي. بتجوز، بقول لك بتجوز. طب انا جاي لك حالا حالا. ايوه ايوه حالا اهو حالا. لا مؤاخذه البطاقه. زغرتي. لا الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف، الف مبروك. يلا بقى يا ام عصام بقى زغرتي وجلجلي. مبحوح مش طالع. ايوه يا استاذ هلال، معلش. كنت مشغول ما عرفتش ارد عليك. بكتب كتابي بكتب كتابي بكتب كتابي. بتجوز بتجوز يا استاذ هلال. فعلا؟ طب اصل الحقيقه مش هينفع اجي لك دلوقتي. بتجوز، بقول لك بتجوز. طب انا جاي لك حالا حالا. ايوه ايوه حالا اهو حالا. لا مؤاخذه البطاقه. رؤوف رؤوف. زغرتي. لا أمر يا فندم. ممكن اعرف يا فندم ايه اللي حصل؟ الباشا بيتهمه انه اعتدى عليه، وحاول كمان يعتدي على زوجته نهى منظور. لا انا مش مراته، وانا اللي بتهمه انه بيعتدي عليا وبيطاردني في كل حته، وعايز اعمله محضر عدم تعرض ليا دلوقتي. نهى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه يا بنتي؟ مين سعد؟ انا لواء منظور شكري. اهلا وسهلا. اظن كده يا فندم احنا نكسب، احنا معانا لواء وظابط. هو معهوش حد خالص. هو فين؟ هو معهوش حد خالص. ومين حضرتك؟ انا صديق مقرب للواء منظور وللظابط رؤوف. انا قصدي ايه علاقتك بالمشكله يا فندم؟ ده الكاتب الصحفي هلال كامل، والد المتهم عماد. انا مش متهم، هو اللي اتهجم عليها في الاول، ما كانش ينفع اقف اتفرج. شايفين شايفين الشهامه شهامه. انا مش عايز اتكلم. والله يا جماعه انتوا حاطيني في موقف محرج للغايه. وانا شايف يعني ان اسيب لكم المكان تحلوا الموضوع ده بالود، وخصوصا ان في سابق معرفه بينكم. هسيب لكم المكان شويه. يا زياد، هي دي التعليمات اللي احنا بنشتغل من خلالها؟ ايه نسيتها؟ تحب افكرك بيها يعني؟ انت اللي هتفكرني؟ نحترم نفسنا بقى ولا ايه؟ بص يا زياد، انا مش حابب اقرا في الجرايد الصبح ان الضابط امن وطني تعدى على مواطن كان بيدافع عن خطيبته اللي قالي فتحتها. بس هو مش خطيبها. انت عارف يا زياد بيه الجرايد ليها حاجات كده، وساعات بتقول كلام يعني ملوش لازمة عشان الموضوع يبقى حراق. فالموضوع لما يبقى حراق بيولع الدنيا ويأذي المقصود بيه، حتى لو ما كانش عمل أي حاجة. يا عفاف، ده قانون، الموظف لازم يطلع معاش في سن معين. لا مش لازم، طول ما أنا قادرة أشتغل هشتغل. أنا مش بتاعت قعدة البيت يا دراز. ومالها قعدة البيت بس يا عفاف؟ على الأقل تعملي لنا أكلة حلوة من اكلاتك الفظيعه اللي ريحتها بتدوخ العباره كلها. هو صحيح ريحه الاكل وهو بيتحرق، بس مفيش مشكله، المهم انها بتدوخ. ايوه كده، اضحكي اضحكي، انت تستاهلي تضحكي على طول يا غاليه. وبعدين يا عفاف، انت قضيتي عمرك كله في وزاره التربيه والتعليم، ما فيهاش حاجه اما تريحي في البيت شويه وتقعدي في وزاره الانتخه. هو انا يعني بتكلم معاك عشان تقولي الكلمتين الحلوين دول؟ أنا عايزاك تكلمي حد من صحابك المهمين يمديني سنة ولا اتنين. أنت فاهمة أخوك غلط يا حفيف. أنت فاكراني بقعد مع وزير التربية والتعليم على القهوة ونشرب شيشة؟ هو أنا صحيح من شوية برضه، بس مش لدرجة إن أقدر أكلم حد عشان يعدل لك القانون. يعني مفيش فايدة؟ هقعد في البيت؟ طيب، إيه رأيك إنك ممكن تيجي تشتغلي معايا في الجورنال؟ هشتغل إيه في الجورنال؟ أنا بكتب مقالات ساعات كده محدش بيقراها خالص، انت هتقريها وتقولي لي الله حلو قوي يا دراس. يا حلاوه، هقول لك الله حلو قوي يا دراس. الله، انت دهبلتي يا عفيف. انا مبسوط قوي انك بتسمعي كلامي، بس
بس نفسي اللي بيحصل ده ما يبقاش فاتي كله بس. لا صعب قوي بصراحة. أنا عملت كده عشان أرضيك، بس حاسة كده إن أنا ممكن أقل من نظرك. إيه الكلام اللي أنت بتقولي ده يا منة؟ منة أنا شايفك محترم ومحترمة جدا كمان. طب توعدني إن محدش يشوف الصور اللي بعتها لك قبل كده؟ وأنت تفتكري إن أنا ممكن أفرجهم لأي حد؟ منة أنا لو إنسان مش كويس كان زماني دلوقتي سجلت اللي بيحصل ما بيننا. بس أنا ما بعملش كده، أنا عايزك تثقي فيا. أنا عارفة والله وبثق فيك. طب أنا لازم آخد القمصان دي وأركبهم عند مامي قبل ما تيجي. ماشي يا حبيبتي، بس عايز لما اجي لك المره الجايه تخليني اخد راحتي حبتين. لا والله صعب، انا كده ابتديت استحقر نفسي بجد. والله العظيم ما هعمل حاجه انت مش عايزاها. يلا روح ادي الحاجات قبل ما ماما تيجي. توحشيني. سلام. تعالى بطتي جنب اخواتك. لحد ما وصلنا المطار قلت اكيد هيتمسك، لكن اللي حصل اني ما شفتش الشنطة اللي استلمها منهم معاه لما دخلنا المطار. وقلت اكيد شايل المخدرات في معدات التصوير. بس لقيت العمال بيمروا ومعاهم المعدات بعد التفتيش وعادي. فهمت ان في حاجة غريبة حصلت. ايه هي؟ مش عارف. بعدها على طول اعتذرت له عن الفيلم. عملتي خير ورجعت له العرض. انا كده كده كنت هوقف تصوير الفيلم. غريبه، والمصاريف اللي انت صرفتها والسفر. مش احسن ما اكمل تصوير واصرف تاني والفيلم يفشل؟ الفيلم يفشل؟ انت بتتلكك بقى عشان توقف تصوير. انا اللي غلطانه، انا اللي غلطانه اني قللت من نفسي واشتغلت مع حد زيك. روحت بيتي وانا منهارة، ازاي اسمح لشخص زي ده يسوق سمعتي بحجة اني ماليش جمهور وهو في الاخر تاجر مخدرات، وكان عامل الفيلم عشان يبقى مجرد بارافان لتجارته. انه حقا طريق الوداع. منتج سينمائي وتاجر مخدرات، صاد ضاد. تعال نوران. أنا أسفة والله، أنا ما كانش قصدي أتصنت. هو إيه اللي حضرتك عامله على الحيطة اللي هناك ده يا أستاذ هلال؟ مريم كاتبة في مذكراتها أسامي ناس كبيرة ومهمة متورطين في قضايا فساد. آه، والكلام اللي على الحيطة ده ليه علاقة بالقضايا دي؟ بالظبط، أنا أصلي بحاول أوصل للأسامي دي. أنا شغال دلوقتي في قضية مخدرات. آه. رد رد. لا ما انا مش عايزه ارد، ده صاحب الشغل اللي انا كنت شغاله فيه. رد بس رد. الو. انت ما ترديش عليا ليه يا بت؟ البودره اللي معاكي فين؟ اروح امك تجيبيها بالذوق بدل ما اجيبك من المكان اللي انت فيه. طيب هجيبهم لك واجيلك على طول. ايه في ايه؟ انا لازم اروح مشوار. مشوار ايه؟ اصل مهم نسي معايا مفاتيح وانا لازم اديهم. طب انا هاجي معاك. لا 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 حضرتك خليك، انا مش عايزه اتعبك. الوضع كده زاد عن حده مع زياد ولازم له وقفه. اعتزل الهلال بالنيابه عني وانا لا اتصرف تاني معاه. ايه ده؟ انت مش كان كاتب كتابك النهارده؟ المفروض يا فندم كان، المفروض. هلال بقى ربنا يكرمه وقع عليا من السما. كانش ينفع ارفض له اول طلب يطلبه مني، انا ما صدقت الراجل يثق فيا. طب يلا مش هعطلك، روح لمراتك اعتذر لها زمانها كرهتك ومش طايقاك. يلا. ده حقيقي يا فندم. والله يا فندم انا مش عارف الجوازه دي مالها، انا كل ما بتقدم فيها خطوه بيحصل مصيبه، مش عارف العيب مني ولا منين ولا في ايه بالظبط. ما تستعجلش، بكره يا سيدي تشبعوا من بعض وتنداموا. والله يا فندم انا بقول لها كده على طول، خصوصا موضوع الندم ده.
عاجبك منظرنا قدام الناس؟ زمانهم دلوقتي بيقولوا عريسها طفش منها وطلع يجري إلا لما ساب حتى أجرة المأذون. خلاص يا أم صابرين بقى كفاية، البنت مش مستحملة. ماشي رؤوف ماشي، ما أشوفك بس. كبدي عليكي وعلى بختك يا بنتي، بيفكرني ببختي. انت ما صدقت لقيتيني قدامك قلتي نبني من النكهه جانب؟ حرام عليكي، سيبيها بحالها البنت مش ناقصه. هو انا لو مش سايباها كانت وقعت الوقعه المنيله دي؟ قال ايه؟ فرحانه بالظابط، الظابط راح والظابط جه والظابط نام والظابط قام، اهو طفش الظابط. اديني بتهزري؟ طب وانت قابلتيها فين؟ هي مش كانت صاحبة مع جوزها الكويت؟ خبر جوزها عمل حادثة ومات هو الأولاد؟ طيب هكلمك الصبح ونتفق ونروح نعزيها. مع السلامة يا حبيبتي. يا حبيبتي يا حبيبتي. ايه؟ في ايه مالك يا عفاف؟ ولا حصل حاجة ولا ايه؟ جايبالك عروسة انما لقطة بنت ناس وانت تعرفها من زمان. انت مفيش فايده فيك خالص، ما بتنسيش الموضوع ده، انت عايزاني اتجوز بعد السنين دي كلها. ايه ده؟ ايه ده بس لما تعرف هي مين؟ مش هتفرق. لا تفرق. فاكر هاله بنت عم سالم اللي كان جارنا زمان في الدقي؟ لا انت اتهبلت يا عفاف، ده عندها عيال في الجامعه. قمر والله، بس حظها قليل قوي. جوزها الاولاني بعد عنك مات غرقان، والتاني بعيد عنك برضه مات هو العيال في حادثه. انت عايزاني ابقى التالت يا عفاف؟ عايزه تموتي اخوك يا اختي؟ يعني انا بعد ما اسمع اخبار الحوادث دي ممكن اوافقك؟ ارحميني، ربنا يرحمك، تصبح على ولا بلاش. ادخل انام احسن. ايه ده؟ هو ايه اللي مزعله قوي كده؟ عشان عندها عيال في الجامعه؟ طب ما هم ماتوا. تعتذري على ايه بس؟ كان منطقي جدا انها تدخل، وبعدين انت مالكيش ذنب في اي حاجه، ده بني ادم مريض يا شيخ. ما كنتش حابه احطك في موقف زي ده بجد، انا اسفه قوي. كل الاعتذارات دي هو اللي رفع عليها السلاح، امال يعني بقى لو كنت انا اللي ضربته؟ لا ما انت ضربته في الاول على فكره. كويس الحمد لله يعني انك ما نسيتيش. وبعدين ان شاء الله الموقف ده مش هيتكرر تاني. انا بس كنت عايزك لا زي ما انت، والله ما انت متحرك على وضعك يا خلو. أنا جنبك هنا في كابينة 2. عماد هو في حاجة ولا إيه؟ لا 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 أبداً، بقولك يعني حاول تنسى اللي حصل عشان ما يضايقكيش كده يعني. يا رضا أستاذ دراز، أنا جبت لحضرتك المقال اللي طلبته. ألف مبروك يا نهى، ردود الأفعال والتعليقات على المقال بتاعك هايلة هايلة هايلة. الله يبارك فيك يا أستاذ، الحمد لله. على فكرة يا نهى، أنا عرفت اللي حصل امبارح من زياد طليقك. هو أستاذ هلال هو اللي حكالك؟ لا، باباكي هو اللي حكالي. ما أنت عارف يا نهى أنت بالنسبة لي زي بنت بالظبط، وعمرك يهمني. ده انسان سخيف وبجح، وصلت بالجراءة ان هو يجي تحت بيت استاذ هلال؟ كبري ما تحطيش في دماغك. امال هو مشكلته بس ان
هو عرف قيمتك بعد ما سبتوا بعض، تلاقيه عايز يثبت لك ان هو مهتم بيكي وانه اتغير عن الاول. والله يتغير بقى لغيري ويبعد عني. عن اذنك. ايوه منظور، الظاهر ان نهى رجعت تاخد المهدئ تاني. انا بفكر اديها اجازه عشان تريح اعصابها شويه. بالعكس، لو قعدت في البيت هتتعب اكتر. نهى بتحب الشغل وبتستمتع بيه. انا هتصرف مع الحيوان ده. ماشي يا منظور، مع السلامة. أستاذ دراز، يا أستاذ دراز، شفت الزومبي؟ طب ما أنت قدامه على طول أهو، إيه الجديد؟ لا أنا بتكلم على الزومبي ده، زومبي بجد، زومبي بحق وحقيقي، اتفرج على الفيديو ده كده. بنحب واحنا كبار، مش مهم ايه السن، المهم اعرف اختار. ده الحب مسؤوليه، حسيت لازم تقول رضاك ادك هديه، اوعى منك تزول. اجمل احساس لما تكون واقف في وسط الناس، الكل باصص ليك وانت مش هنا من الاساس، باصص لنقطه واحده هي برضه باصه ليها، دوشه ومعازيم وناس وكروشه انت وهي فيها. وده طبعا بعد ما اتفقنا على اسم ابننا، وقعدنا نخطط في حياته لحد ما يبقى في سننا، من اول اكله لبسه مدرسته حتى جامعته، لحد لما نشوفه حبيب يعيش قصة حبنا. ازاي انا حب ليها كان بالنسبة لي حلم، انا لحظة حب ليها احلى مشهد جوه فيلم. حب غير اعتيادي عادي جدا ليها موت، حب ملوش قواعد عدي بيه كل الحدود. ما انت عارفه شغلي. شغلك انت حتى يا اخي ما قلتليش مبروك. مبروك يا حبيبتي. عموما انا خدت اجازه من الشغل وفضيت لك. خلاص بقى هنفرحنا كمان يومين. انا نفسي بصراحه اليومين دول يعدوا بسرعه قوي يا اوفا. هيعدوا حبيبتي، هيعدوا. اصبري بس، اصبري يا صابرين. هنقضي احلى يومين عسل في التاريخ. يومين عسل؟ قول اسبوع، اسبوعين. أتي أتي أوفا أتي حبيبتي أتي. لا لا أتي إيه بس، أنا في مكان عام ما ينفعش أتي هنا، ما ينفعش حبيبتي. أنا نفسي اليومين دول يعدوا هوا كده هوا. أنتوا حبيبتي إحنا صبرنا كتير، ما جاتش يعني على اللي. سوري يا حبيبتي. أيوة يا فندم، سعادتك. أمر يا فندم. زومبي مين دي اللي زومبي؟ مش قصدي عليك. حاضر يا فندم، حالا حالا سعادتك، حالا سعادتك هكون عندك. اتفضل اتفضل اتفضل. وفي إيه؟ بص يا حبيبتي، اقسم بالله العظيم لو قلت لي وراك شغل ولا وراك حاجه رؤوف ما هيحصل كويس. مين على يمينك وانت مزعله نفسك كده؟ اهدي يا صابرين، مش كده، اهدي مش كده، احنا صبرنا كتير يعني. بصي اقول لك على حاجه حبيبتي، بصي اعتبري ان دي اخر مره هتحصل قبل الجواز. اخر الجواز، اخر مره قبل الجواز. خلاص اتشي 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 بقى اتشي بلا زفت حياتي. يا نهار ابيض، بص عد صاحبه ازاي؟ بس تفتكر ده ليه اسنانه ما قلبتش زي الزومبي؟ يا ابني اسكت بقى، بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من جورنال؟ لا انا ما رحتش جورنال، انا كنت بشتري لبس النورهاني. لبس ليا انا؟ ما تقلقيش، هيجوا على ماسك، بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو، والعه خالص اهي. طب ايه بقى؟ مفيش حاجه علينا؟ ولا تقلق. ما تخليك مؤدب يا بنت، عيب.
كنتوا بتتفرجوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي وصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود، هي القيامة قامت؟ ده بجد يا بابا، لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي. مدام غادة موجودة؟ ايوه يا فندم. مدام نجلة ازاي حضرتك؟ الأستاذة لجت كل مواعيدها ومستنية حضرتك، اتفضلي. هتفضلي بصالي كده كتير؟ ده انتي حتى ما عزمتنيش على حاجة اشربها. في ايه غادة؟ أبدا، بطمن عليكي بس بعد سهرة امبارح، لا يكون في إصابة كده ولا كده. اتبسطتي؟ لا والله، جمال هو اللي ممكن يجاوبك على السؤال ده. لا، ما هو أصل جمال ما يعرفش، أنا وإنتي بس اللي عارفين. هو أنا ما قلتلكيش أصل جمال ما كانش موجود في سهرة امبارح؟ ما كانش موجود؟ أمال مين اللي كان سهران معايا؟ تفتكري شبحه؟ مش شبحه، صاحبه. تتخضيش قوي كده يا حبيبتي، ده أنا برضو ساتر وغطى عليكي، ده أنتي الحلة وأنا الغطى. بس بصراحة زعلت منك قوي 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 يا نوجة. إيه الذوق ده؟ بقى جمال حبيبي جوزي يتخان مع عامر؟ كنت استنضفي. مش فاهمة تقصدي إيه؟ لا 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 يا نوجة، عيب. إحنا اتفقنا نبقى شركة حلوين، والشركة الحلوين بيلعبوا مع بعض ما بيتخانقوش، بس برضو ما بيخبوش على بعض حاجة. عايزة إيه يا غادة؟ بتلفي وتدوري على إيه؟ أموت أنا في مربط الفرس. عايزاكي تكتبيلي معرض الموبيليا بيع وشراء، وإلا هبعت اللي صورهولك عامر لجمال، وانتي بقى ما تعرفيش جيمي لو عارف انه بيتخان ممكن يعمل ايه. هو عامر مصورني فيديو؟ بأمارة قميص النوم الأحمر دم غزال يا متحني انت. بس تعرفي انا زعلانة منك قوي يا نوكا، كنت فاكراكي صاحبتي كده تستخسري فيا قميص النوم. بس يلا معلش، انا قلبي كبير. عموما خلي الفلاشة معاكي واتفرجي عليها براحتك، كيس تكوني ناسية حاجة كده ولا كده، وانا بقى هستنى منك تليفون علشان نخلص اجراءات المعرض بيع وشراء. خدي. مين اللي قالك تاخدي الاقراص دي؟ وانت مالك انت؟ معلش يا جماعه معلش، نهى اصلها تعبانه شويه. اول مره اشوفها بالحاله دي. يا ليه اصلا تاخد مهدئات؟ وبعدين المهدئ ده ليه اعراض جانبيه خطيره. يا جماعه نهى بعد الخلافات المستمره اللي بينها وبين جوزها بقت في حاله نفسيه سيئه جدا، واصرت على الطلاق وبعدت عن الناس وبعدت عن الشغل ده، حتى بعدت عننا.
لأنها تخيلت إن أنا السبب في كل اللي حصل. يا نجلة، إحنا قلنا ما نتكلمش الفترة دي لحد ما نعرف هنعمل إيه. يا جمال أنت لازم تجيلي عشان عايزك في موضوع مهم جدا. أجيلك فين؟ أنت اتجننتي؟ أنت مش مدركة اللي إحنا فيه. أنا مش عارف أنت خايف من إيه. أنت مكبر الموضوع على الفاضي. أنت أصلك ما تعرفش غدا ممكن تعمل إيه. غدا مش سهلة، مستحيل تنسى إن أنا اتجوزت عليها. أوه، أنا لا أهم منك ولا من غدا. نجلة، أنا مش عايز نكد، مش متعصب ولا حاجة. أنت اللي عايز تعملي مشكلة وخلاص. معلش، حاولي تستحمليني اليومين دول لحد ما أعرف بس هي ناوية على إيه. حاضر حاضر، هحاول. يومين كده وقعدت عليكي. سلام. انت ازاي تنزل تنويه عن كشف فساد لسه هننشره في الاعداد الجايه؟ انت ايه مشكلتك بس يا هلال؟ بحافظ على المبيعات اللي احنا وصلنا لها. انت كده هتعقد للدنيا. ليه بس؟ هو انت مش لسه مستمر في القضايا والتحقيقات بتاعت المذكرات زي ما قلت لي، ولا انت غيرت رايك؟ طبعا مستمر، بس ما كانش فيه لازمه للتنويه. بقول لك ايه يا هلال، سيبني ادير الجريده بتاعتي بطريقتي. اه، خلينا نتكلم بقى في المهم. في اكتر من صحفي ممكن يساعدك ويشاركك في البحث بطريق متوازي، وده هيوصلك اسرع للحقيقه. يعني قصدك يعني اكون فريق عمل؟ بالظبط كده. ها قول لي بقى، انا اقدر اساعدك في ايه؟ وايه القضيه اللي هتحقق فيها وانا معاك؟ القضيه بتاعت واحد زي ما تقول كده عنده ميول انحرافيه وبيمول افلام وبرامج وحاجات كده. وده مين الشخص ده؟ قول لي، يمكن اقدر اساعدك بعلاقاتي انك توصل له. هو كل اللي اعرفه ان هو اسمه المسيه. المسيه؟ وده يطلع مين ده؟ لسه ما اعرفش. بس حفيدي غنى في حفله بتدعم السلوك المنحرف ده، من غير هو ما يعرف طبعا. الناس دي لو سيطرت على عقول ولادنا يبقى نقرا الفاتحه على مستقبلهم. في الحقيقه يا استاذه جيهان، انا بعمل كتاب عن علاقه الرقابه بالسينما من سنة 2000 ل 2005. فكنت عايز اعرف عنوان الاستاذ نعيم سيف، بالتالي ممكن يفيدني ببعض المعلومات. يعني استاذ نعيم الله يرحمه مات من 7 سنين. مات؟ نعيم مات؟ الله يرحمك يا نعيم. هو حضرتك كنت تعرفه؟ عمري ما شفته، بس اسمع عنه انه راجل طيب. الله يرحمه. الله يرحمك يا نعيم. انا ليا استفسار صغير كده يعني. اتفضل. حضرتك لو في سيناريو تقدم للرقابة، مين صاحب قرار الرفض أو القبول؟ بيقرأ لجنة من 3 رقباء وبيقدموا تقرير عن الفيلم لمدير إدارة الأفلام العربي. هو بقى بياخد القرار بناء على آرائهم. آه، يعني مدير الأفلام هو صاحب القرار النهائي. بالظبط. طب حضرتك مش فاكرة مين كان مدير الأفلام في سنة 2000؟ سنة 2000 كان أستاذ أحمد أبو زيد. أحمد أبو زيد. ألف ألف. فندم؟ الأستاذ أحمد لسه موجود في الرقابة؟ الحقيقة لا، طلع معاش من 10 سنين. طب ممكن أخد عنوانه وتليفونه؟
للأسف مش معايا، بس في رقيب زميلنا عارف عنوانه بيزوره كل فترة. مين؟ أشرف نصار. الأستاذ أبو زيد من أحسن المديرين اللي مسكوا إدارة الأفلام العربية، وعمره ما سمح بلفظ خارج، ولو كان موجود في الرقابة لحد دلوقتي كان مات بحسرته من اللي بنشوفه دلوقتي. أنت حضرته لما كان مدير هنا في الرقابة؟ آه طبعًا، ده أستاذي. طب ممكن تقولي يعني أقابله إزاي؟ آه بس للأسف مش هتعرف تاخد منه أي حاجة. ليه؟ اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. خليك بالسلامه، اتفضل. طب كنت تقول لي قبل ما اقوم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. تشرب حاجه؟ اخد قهوه. مظبوط. بعدين بعدين. اهلا وسهلا. بعدين ازاي يعني؟ اما ترتاح وتاخد نفسك. انا الصحفي هلال كامل. انا كنت بعمل تحقيق عن الافلام اللي رفضتها الرقابه. رحت الرقابة قالوا لي محدش هيقدر يساعدني غيرك. الرقابة، الرقابة. أنا أذكر والله يا أستاذ مين؟ هلال كامل حبيبي. أيوة هو ده. أنا أذكر أول فيلم راقبته كان سنة 69، كان فيلم شيء من الخوف. ده فيلم جميل أنا بحبه قوي. أستاذ محمود مرسي كان عامل دور عتريس، كان رائع. مرسي هو في زي مرسي؟ الأستاذ مرسي كان فحل. فحل فحل في الأداء، فحل في التمثيل. وجاء قاعد بجواري ساعة بيشاهد الفيلم وأنا براقب الفيلم، قلت له أستاذ مرسي تعالى على الكرسي. راح قاعد على الكرسي، يعني هو كرسي وأنا كرسي، كرسيين جنب بعض. كان مبسوط قوي قوي وسلم على إيدي، إيده قدي كده، سلم على إيدي وهو سعيد ومبسوط. الأستاذ محمود مرسي شخصياً ده انت يعني عشرت جيل العظماء. والله يا استاذ مين؟ هلال كامل اللي هو ده. انا كتير من الفنانين العظماء كانوا يجوا يحضروا افلامهم ويشاهدوني وانا براقبها عشان اقول لهم رايي كرقيب في الافلام. تشرب ايه؟ اخد قهوه. مظبوط. بعدين بعدين. مين اللي حاطط سوري سناء جميل على الأرض؟ أنا لي عتاب عليها. تخيل يا أستاذ مين حصعتك؟ هلال كامل. هو ده. تخيل ممثلة قديرة عظيمة زي دي تقول الأستاذ صلاح منصور في فيلم الزوجة الثانية الليلة يا عمدة، دي كلمة تتقال في فيلم عظيم زي ده؟ يعني أنت حطيت سوري سناء جميل على الأرض عشان الليلة يا عمدة. أمال لو سمعت الكلام اللي بيتقال في الأفلام الأيام دي هتحط صورهم فين؟ هتدفنهم؟ ومين قال لك إن أنا ما سمعتش؟ أنا سميع جيد جدا. طب أنا أتحداك لو قلت لي إيه آخر فيلم نزل للسوق من يومين؟ والله أنا بقالي مدة ما دخلت السينما الحقيقة. نزل فيلم أبي فوق الشجرة، نزل من يومين بس. هو نزل؟ نزل. الفيلم ده فيه أكتر من 50 قبلة يا أستاذ، تخيل ده معناه إيه؟ والله أنا شايف إن معناه إن عبد الحليم حافظ حظه حلو. لا. أمال إيه؟ مش عارف، بس أنا كل السنين اللي قضيتها في فترة الرقابة ما سمحتش لأي لفظ خارج يتقال في أي عمل فني أنا براقبه. بمناسبة أبي فوق الشجرة بيسألوا الأستاذ حسين كمال، قالوا له تعمل فيلم هلس وتكسب ولا تعمل فيلم بيقول حاجة؟ قال لهم الثقافة والهلس اللي يمكن يجتمعوا. حسين كمال؟ هو في زي حسين كمال؟ ده مخرج شاب واعد وله مستقبل رائع. الله يرحمه. بمناسبة الرقابة كنت عايز أسألك على فيلم للفنانة مريم رياض. مين مريم رياض؟ مريم رياض الممثلة. وكانت المخرجة دنيا ظافر، والمنتج كان بهاء ثابت، وكان معاهم منتج تاني كده عنده شركة اسمها سيال بلو. تعرف اسمه ايه؟
وإيه دول؟ إيه دول؟ أصحابك دول؟ أصحابي إيه؟ أنا بكلمك عن فيلم لمريم رياض، الرقابة رفضته سنة 2000. يا راجل لسه بدري على 2000، فين إحنا وفين 2000؟ بلاش القهوة. حول الله ما شربش حاجة. أي خدمة تانية يا سعادة اللواء؟ شكرا يا سيدي متشكر أهو. تحب أكلم لحضرتك الأستاذ هلال أبلغه إن حضرتك مستنيه؟ لا ما هو كلمني وقال لي إنه جاي في السكة، شوف أنت شغلك. طيب يا فندم بعد إذن حضرتك. جهز القهوة يا جابر. حاضر يا فندم. أهلا منظور باشا. صباح الفل. صباح الفل. إزيك؟ تمام. أنا جاي أعتذر لك على اللي عملته النهارده إمبارح. يا راجل عيب. عيب تعتذر إيه؟ نقعد دي بنتي. اتفضل. أنا هطلع في برنامج على الهوا بعد كام ساعة وناوي أكشف فيه فساد الوزير. لا 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 أوعى تعمل كده. لا تجيب سيرتي ولا سيرة المقال حتى. لازم الناس تعرف مين اللي كشف فساد الوزير. اسمع منظور، أنا لسه في البداية والطريق طويل، مش من مصلحتي إن أي حد يعرف إن عندي معلومات ممكن تودي ناس كتير في داهية. فهمت قصدك إيه؟ أنت خايف الناس تعرف وتبتدي تسدف أوراقها مش كده؟ المهم عملت إيه في القضية الجديدة؟ كل اللي وصلت له اسم المنتج، اسمه بهاء ثابت، والمخرجة، المخرجة اسمها دنيا ظافر. دنيا ظافر؟ دي مخرجة برنامج آخر جراء. آخر جراء؟ آخر جراء. أنا أسمع عن البرنامج بس معرفش عنه أي حاجة. دي رئيس التحرير ومخرجة البرنامج والمسؤولة عن كل الأفكار القذرة اللي موجودة فيه. ياما كنت قابلني في الاستوديو وتلاحي عليا ان اطلع فيه، لكن الحقيقة انا كنت برفض. وازاي المسؤولين عن الاعلام يوافقوا على اذاعة حاجة زي كده؟ يا هلال في قنوات كتيرة ممولة، لكن لو الدولة تدخلت ووقفت برنامج زي كده هيعملوها قصة ويقولوا فين حرية الاعلام. لا ده مش حرية، ده انحلال وتسيب. المهم انا عايز اقابلها. بعد كل اللي قلته لك عنها برضه عايز تقابلها؟ اصل اليومين دول عندي ميول انحرافية. طب عايز تعملها امتى؟ دلوقتي. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل استريحي. دقايق والاستاذة هتخلص البرنامج. شكرا. في آخر الحلقة بوجه رسالة لكل أب ولكل أم. سيبوا ولادكم يعيشوا حياتهم ويستمتعوا، ادلهم الحرية المطلقة وبلاش ترقبوهم، بلاش كلمة عيب وحرام لأنها بقت دقة قديمة. تصبحوا على حرية. أستاذ هلال مش كده؟ أهلاً وسهلاً. أسفة على التأخير بس حضرتك عارف إن البرنامج هوا. اتفضل. أنا مش هعطلك كتير، أنا بس جاي عايز أعرف معلومة عن فيلم قديم أنت عملتيه. فيلم إيه؟ ليالي الخريف. اشمعنى الفيلم ده بالتحديد؟ ده فيلم ما كملناش تصويره وتوقف بعدها كمان. من عارف وحصل ضجة كبيرة يعني عشان الرقابة وقفته. الفيلم ده كان بطولة مريم رياض وطارق فاروق. طارق فاروق انتحر، مات منتحر، ومريم رياض بيقول انها انتحرت هي كمان. والمشكله فين؟ مين اللي انتج الفيلم ده؟ بقى حضرتك عارف كل المعلومات دي ومش عارف مين منتج الفيلم؟ بهاء ثابت، ده شهر من نار على العالم. لا انا مش قصدي على بهاء ثابت، انا قصدي على شخص تاني كان معروف باسم الميسيو. ميسيو؟ انا معرفش حد بالاسم ده. كل اللي اعرفه ان كان في شركه فرنسيه هتشارك في الانتاج. سيل بلو، مش دي الشركه اللي كنت بتخرج لها افلام مش ولا بد كده وكنتوا حابين تصوروها جوه مصر؟ انت مين قال لك الكلام ده؟ مش مهم مين قال لي، المهم اللي انا بتكلم صح. ولو نفرض ان كلامك صح، انا مفيش حاجه ضدي ولا في شيء قانوني ضدي. انا عندي اثبات انك انت اللي بتخرج الافلام دي. شرفتنا يا أستاذ.
طب انت معاك ادله تدين الناس دي؟ لا، بس زي ما وصلت للادله بتاعت وزير الصحه هوصل للادله دي. مش عارف ليه هلال حاسس ان القضيه دي اصعب من اللي قبلها. صعبه سهله بقى هفضل وراها. عموما انا معاك في اللي تختاره. شوف انت محتاج مني ايه وهتلاقيني جنبك على طول. طيب انا عايز اقابل بهاء ثابت رئيس جهاز السينمي. يا ريت تحدد لي معاه ميعاد في اقرب وقت. حاضر، اعتبره حصل كده يا فندم. يبقى هي مساله وقت ونوصل للي خطط لموضوع رفع علم المثليين ده. اما بالنسبه لل رؤوف، سادس مره موبايلك يرن، ما ترد اخد خلصنا. اسف يا اسف. لا لا، دي خطيبتي يا فندم. اسف. خطيبتك؟ انت لسه ما اتجوزتش يا فندم. سعادتك عارف ان ما ترد عليه. لا، بعد الاجتماع. بالنسبه للقضيه برضه خطيبتك؟ ايوه يا فندم. رؤوف افسخ خطوبتك. حاضر يا فندم، اوامر. لا 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 لا، قوم قوم روح مكتبك وكلمها براحتك. يلا 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 عشان الاجتماع يا فندم. مفيش اجتماع. يلا حاضر. بس 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 القلمين بتوع حضرتك يا فندم. نهارك سعيد. ايوه. ايه في ايه؟ في ايه؟ اخيرا رديت. معلش كنت في اجتماع. هكون فين يعني؟ كنت في اجتماع. هو احنا مش في بالنا ميعاد في المعرض عشان نيجي ندفع فلوس العفش يا رؤوف؟ ايوه. اصل انا جات لي ماموريه يا حبيبتي في الشغل فجاه والله. يعني انا بقالي ساعه قاعده مستنياك وفي الاخر تيجي تقولي ماموريه؟ معلش 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 يا حبيبتي. بصي انا اول ما اخلص الشغل اللي عندي ده بس هفضلك وهنعمل كل الحاجات اللي انت عايزاها يا حبيبتي. معلش يا صابرين صابرين، خلينا صابرين يا صابرين. رؤوف رؤوف والنبي الكلمه دي بتعصبني يا رؤوف. ما تعصبنيش، خلي الشغل ينفعك يا اخي. يلا سلام. لا 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 اهدي، هما العرسان كده قبل الفرح يبقوا متنشنين، بس بعد كده الجو بيروق. فرح فرح ايه بس؟ وطول الوقت في الشغل ومش فاضيلي خالص. ما تستعجليش، بكره تزهقي منه. معلش انا اسفه جدا والله، انا عطلتك جدا. بالعكس انتي مشرفاني، وما تقلقيش العفش هيكون عندك في الميعاد اللي اتفقنا عليه. يا ريت، دي اهم حاجه. انت مش شايفه التاخير اللي انا فيه؟ احنا مواعيدنا مظبوطه. شاكره جدا. على ايه؟ انا زعلانه منك. وانا لازم استاذن. اتفضلي. ليه بس يا غدغوط؟ مالك؟ هو مش احنا المفروض اننا شركاء؟ انت ما بتعمليش اللي عليكي ليه؟ ليه بتقولي كده؟ جمال جمال يا نوجة بقى متغير خالص، ما بقاش زي الاول، طول الوقت بقى عصبي ومتوتر. هو مش انت الزوجه التانيه؟ والزوجه التانيه دورها انها تفرفش وتبسط وتبسط وتفرفش. عندك حق، بس ده لو انا بشوفه. بس من ساعه ما سيادتك عرفتي انا ما بشوفوش. ازاي ده حصل؟ اديكي حطيتي ايدك على المشكله. انا ما بشوفهوش وهو طول الوقت مشغول معاكي. ولا انت مش عارفه تبسطيه؟ اخس عليا، وانا اللي ظلمتك. مش هسامح نفسي ابدا اني افتكرت ان انت اللي متعمده انك ما تقوليليش انه بيجيلك. اوعدك ان انا اول ما اشوفه انت اول واحده تعرفي. تشربي ايه؟ سخنه ولا بارده؟ بارده. ازاي مريم مش سايبه دليل على الناس دي؟ زي ما كان معاها اللي يثبت إدارة وزير الصحة. أكيد كل قضية ليها أدلة. ساعتها افتكرت ضعفي، لأنه كان من أحد بحياب الأدلة الجنائية، وكانت نهايته انتحار غير معلن. انتحار غير معلن.
ايوه دراز، حددت لي الميعاد بكره 10 الصبح. السينما ليها دور كبير في المحافظه على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، والمحافظه كمان على تراثنا وثقافتنا. هي صحيح الافلام اللي بتتقدم دلوقتي بقت تكاوي سريعه الربح، بس ده موجود في كل دول العالم. اه، وموقف حضرتك ايه كرئيس لجهاز السينما من الافلام دي؟ انا ضدها طبعا، بس ده ما يمنعش ان في ازمه في الانتاج السينمائي في مصر، وانا بفضل علاقاتي قدرت اقنع مجموعه من المنتجين الاجانب انهم يستثمروا فلوسهم في صناعه السينما. اه، تمويل من بره يعني. تفتكر المنتج اللي هيجي ينتج في مصر او يشارك في الانتاج هيكون مصلحته ايه؟ انه يقدم فن وفي نفس الوقت بيزنس، او يكون هدفه نشر افكار شاذه. انا عمري ما هسمح باي فيلم انه يشوه او يسيء لمصر. غريبه، مع انك كنت بتنتج الافلام دي بره مصر. الكلام ده ما حصلش، انا شركتي على مدار تاريخها بتقدم فن محترم، انا ليا تاريخ في الانتاج السينمائي وسمعتي معروفه لكل الناس. سنه 2000 بالتحديد شركتك مش كانت مساهمه مع شركه فرنسويه اسمها سي بلو لانتاج فيلم مصري، والرقابه منعته قبل التصوير؟ مش الميسيو برضه هو اللي كان بيمولك؟ الميسيو؟ انا مش فاهم انت تقصد ايه. افلام اياه اللي كنت بتعملوها بره. انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه، انا اسف مش هقدر اكمل كلامي معاك، عندي حاجات اهم بكتير من التخريف اللي انت بتقوله ده. الراجل ده جاب المعلومات دي منين؟ ده موضوع مات من سنين، وايه الدليل اللي معاه اللي ممكن يثبت كلامه؟ هلال كامل ده مش سهل، انا سالت عنه وعرفت انه صحفي عنيد وبيهاجم في اي حد، يعني لو فعلا معاه دليل مش هيسكت علينا. انت مالك متوتر كده ليه؟ الله، جرايه يا دنيا، ما احنا دافنينه سوا، وبعدين انت عارفه منصبي حساس قد ايه، ولو تعرف حاجه زي دي هقعد في بيتنا. انت مكبر الموضوع قوي على فكره، كل انسان في الدنيا دي وليه نقطه ضعف، خلينا نعرف هلال ده سكته ايه الاول، وبعد كده سهل التعامل معاه. اه، ما انت مش فارق معاك سمعتك، كل الناس عارفة إنك مع الحرية والتحرر، ولو اسمك جه في الموضوع مش هتتأذي. الخطر الكبير عليا أنا والمسيو، لما يتقال إن مشاركوا في حاجة زي دي الناس مش هتسكت، والمسيو كمان لو هلال قدر يوصل له أنت عارفة إيه اللي ممكن يحصل دلوقتي وهيأثر على موقفه إزاي. اسم المسيو ده اختفى من سنين ومحدش يعرفه غيرنا، يعني استحالة يوصل له. يا دنيا، ده عارف كل اللي عملناه وكأنه كان معانا بالظبط، ووصل لنا أنا وأنت، يعني وصوله للمسيو مجرد وقت مش اكتر. خلاص، يبقى بلغ المسيو وهو هيتصرف معاه. ايوه زيزو، انت فين كل ده؟ انت اللي فين يا هلو؟ انا لسه واصل البيت اهو. اسمع، انا عايزك تخش على النت تدور لي على نص مسرحي اسمه انتحار غير معلن. انتحار غير ايه؟ غير معلن، تدور عليه وتطبعه لي. هتعرف ولا اجي انا بقى اشتغل معاك؟ لا لا ما تقلقش، انا لو اي حاجه وقفت قدامي هكلمك تفهمني. طب ماشي. الو، ازيك يا استاذ هلال؟ انت فين؟ اهلا يا استاذ سميع، خير؟ في حاجه؟ انا عاوز اقابلك ضروري، شغل مهم ومحتاجك فيه. نتقابل بكره في الجورنال؟ لا لا لا، الافضل يكون دلوقتي. قول لي انت فين مكانك وهبعت عربيه تاخدك من المكان اللي انت فيه.
استاذ هلال، شهاب باشا محتاجك معاه في الحمله الانتخابيه بتاعته. محتاجني فيه؟ انا مجرد صحفي في جريده معارضه. ما تقللش من نفسك يا استاذ هلال، انت قامه صحفيه كبيره، وجودك معانا هيكون اضافه عظيمه لينا. انت هتكون مسؤول اعلامي للحمله. بتهيألي في ناس اكفأ مني ممكن يقوموا بالدور ده. بلاش تواضع يا استاذ هلال، على فكره انا متابع جيد لمقالاتك ولحملاتك الصحفيه ضد الفساد، وعارف انك معارض للنظام الحالي. انا مش معارض للنظام، انا معارض لاي غلط بيعمله اي نظام، سواء نظام سابق او حالي او مستقبلا حتى. جرى يا استاذ هلال، هو احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ انت صحفي كبير وعارف اسرار المطبخ السياسي كويس قوي، واكيد عندك درايه بالاخطاء اللي وقع فيها الحكومه دلوقتي. وليكن، الاخطاء دي احنا بنتعلم منها وهي مرحله وبتعدي. افهم من كده انك رافض لفكره ترشحي؟ انا لسه ما عرفتكش كويس، ولازم تعرف ان انا لو وافقت على العرض بتاعك ده وشفت فيك اي حاجه غلط هكون اول واحد بنشرها وبكتب عنها. موافق جدا، وهو ده المطلوب. انا عايز اصارح الناس بكل حاجه عني، العيب قبل الميزه، وعشان كده اخترتك انت بالذات. انا برنامجي الانتخابي اتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي لنماذج ناجحه في دول تانية، واهم حاجه بتميزه الشفافيه. طب انا محتاج وقت افكر فيه، حاجه زي دي مش سهل ان الواحد ياخد فيها قرار بسرعه. طب مش تسمع باقي العرض الاول؟ انت هتكون واحد من القائمين على الحمله بتاعتي، ومن دلوقتي لغايه ميعاد الانتخابات مرتبك هيكون 20,000 دولار في الشهر. كويس؟ 20,000 دولار؟ مش شايف ان المبلغ ده كتير شويه؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معايا. عموما الفلوس مش هي اللي هتخليني اقبل او ارفض. هنزلهم. ازيك يا استاذ هلال؟ ربي، كنت عايز ادردش معاك في موضوع صغير كده. يعني عايزين منك خدمه صغيره. خدمه مني انا؟ اؤمر. سميح البجوري. مش فاهم. يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شويه معلومات كده يعني. وعايزين معلومات عنه ليه؟ انت عارف ان هو يعني في شويه قلق كده حواليه، تمويلات من بره، وغير ان هو بيدعم حمله المرشح الرئاسي. وانتوا مش عايزين بقى المرشح ده ينجح؟ لا 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 يا استاذ هلال، احنا مش شغلتنا ان احنا نحدد مين اللي ينجح ومين اللي يسقط. احنا بس عايزين نتاكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا، اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا. بس طيب، انا وعدك اي معلومات حاضر اجمعها عنه هقولها لك اول باول. اشكرك، تذكرت في كل ارقام تليفوناتي، اول ما توصل لحاجه انا هنتظر تليفون من حضرتك. استاذن انا. فضل روبي. يا زيزو، طبعت النص اللي قلت لك عليه؟ اهو. طب كويس كويس. بقول لك ايه؟ انا عايز معلومات عن شهاب حامد المرشح الرئاسي. عايز اعرف راي الناس فيه قبل ما اكتب عنه. ماشي، بس كده الحساب هيتقل. ها؟ ماشي. Thank you.
برضو مفيش أي دليل في النص. خير يا ماما؟ مالك في إيه؟ ما أنت لو فالح كنت سألتك يمكن تفيدني. طب ما تجرب. مريم اتكلمت عن مسرحية انتحار غير معلن، وقبل ما تذكر الاسم قالت بالأدلة، يبقى أكيد في حاجة مهمة. كلمت زيزو طبعها وقريتها، ما لقيتش فيها ولا كلمة تفيدني في القضية. طب يمكن قصدها على مسرحية اتعرضت واتصورت مش مطبوعة؟ قلبت النت اتضح ان النص ده ما اتعرضش اساسا. طب يمكن تقصد نسخة مطبوعة وهي شايلها عندها؟ بس انا رحت شقة مريم ودورت في المكتبة ما لقيتش ورق، يبقى اكيد الورق متشال في مكان تاني. ساعتها افتكرت طهفي لأنه كان من أحد ضحايا بالأدلة الجنائية، وكانت نهايته انتحار غير معلن. راح فين يا بابا؟ المسيو وعدني بفرصة حقيقية أظهر فيها موهبتي للناس، بعد ما كنت بمثل أدوار ثانوية ملهاش أي معنى، واداني دور البطولة قدام مريم رياض، وبدأنا نعمل بروفات للفيلم في شقة مريم. وقتها استغربت تصرفات المسيو معايا لحد ما عرفت التمن اللي عايزه مني. اتصدمت، معرفتش أتصرف، بس ملقتش حل تاني قدامي ووافقت. وافقت على أمل لما أمثل في الفيلم والناس تعرفني مبقاش محتاج له، لكن لما رفضت أستمر في علاقتي بيه اتخانق معايا وجاب شاب تاني للدور بدالي. حاولت أشتغل مع أي شركة تانية، لكن اكتشفت إنه موصي كل اللي يعرفهم إنهم ما يشغلونيش. ملقتش سبب أعيش عشانه، احترامي لنفسي راح، والفرصة اللي كنت مستنيها طول عمري ضاعت. حسيت إن دي لازم تكون النهاية. عايز اصرح الناس بكل حاجة عني، العيب قبل الميزة. المرشح الرئاسي شين حا، صاحب الميول الشاذة. اللي انت كاتبه ده يا هلال؟ المسيه طلع هو شهاب حامد. شهاب حامد اللي ناس كتير مخدوعة فيه بشعاراته كدابة عن الحرية، مع انه هو مش عايزها حرية، هو عايزها مهلبية. وانت عايز ننشر الكلام ده؟
من حق الناس انها تعرف كل حاجة عن الشخص اللي كان ممكن تنتخبه. لو خايف تنشر ده انا مستعد امضي لك اقرار على مسؤوليتي. عيب يا هلال، هو احنا في بينا الحاجات دي برضو؟ طيب امشي انا دراسة. كامل كان لسه عندي دلوقتي سلم لي مقال بيفضح فيه المرشح الرئاسي شهاب حامد. ايه انت بتقول؟ يا دراز اوعى تعمل حاجه زي كده، الكلام ده ما ينزلش، والمقال اللي انا طالبه منك هو اللي اتنشر، يا اما تعتبر نفسك مرفوض. وانت فهمني كويس يا دراز. حاضر حاضر يا سميح بيه. خد المقال ده سلميه في المطبعة، خليهم ينزلوه في الصفحة الأولى. حاضر يا أستاذ.